السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لكم تاني يا جماعة في فيديو جديد وجديد شديد عند أخونا أبو عمر. هتقدم لنا إيه النهاردة يا أبو عمر؟ وهتتحفنا بإيه النهاردة يا أبو عمر؟ وإيه الجديد اللي أنت عمال تنزله كل شوية وبتطور من نفسك وبتعمل حاجات جديدة؟ إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنوريكم حاجة كنت نفسي أعملها في الصيف الماضي ولكن ملحقتش الانشغال الشديد وبرضه أصريت وعملتها. انا عن نفسي هحتاجها صيف شتاء، تمام؟ طب ازاي هتحتاجها صيف شتاء وايه هي الحاجه دي؟ ولكن حضرتك قبل ما اتكلم معاك في اي شيء، لو انت اول مره بتزور قناتنا على منصه اليوتيوب، انزل واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعارات باستمرار لاي فيديوهات بننزلها. ولا تنسوا اللايك يا جماعه، علشان اللايك بيرفع الفيديو وينتشر في كل مكان، وبتكون سبب وتؤجر ان في حد غيرك بيشوف الفيديو وبيتعلم حاجه جديده وبينتفع بيها وانت بتكون السبب. مستني ايه؟ انزل حط اللايك. طيب ايه هو الشيء الجديد اللي انت بتعمله يا ابو عمر؟ وايه هو اللي بتطوره من نفسك باستمرار؟ وايه هو اللي انت كنت عايز تعمله في الصيف وملحقتش وعملته في الشتاء وكمان هتستخدمه صيف شتاء؟ طيب خلينا نوريكم على الطبيعه يا جماعه. اهو باب ضرفة سلك عند الحمام، ضرفة سلك عند الحمام، تمام؟ اهي التخانة بتاعتها يا جماعة 5.5 سم، تخانة 5.5 سم في 5.5 سم، 5.5 في 5.5، دي مارينا، دي مارينا، كان لوح بولتي واللوح دون كان عريض، وديته الورشة مسحته من الأربع اتجاهات وبعدين شقيته على ثلاثة، صفصف لي على 5.5 في 5.5 المارينا الواحدة، يعني لما تشق ثلاثة أصبح ثلاث مراين، كل مارينا منهم 4 متر و60 سنتي، تمام؟ فطبعا فصلت وقلت للنجار على طلبي. النجار طبعا يا جماعة لما تجيبوا نجار قولوا له على طلبكم. ليه؟ لأن هو ممكن يشتغل من دماغه. طبعا قلت له لا، أنت تعمل اللي أنا عايزه، اللي أنا هقول لك عليه بالمقاسات اللي أنا عايزها، تمام؟ طيب ولكن قدر الله ما شاء فعل، الفيديو اللي هو الجزء الاولاني اللي المفروض كان ينزل في الاول هو بيجمع، يعني قطعنا الخشب وهو بيجمع الاربع تجناب اللي هو الجنب ده والجنب ده والجنب اللي فوق وجنب اللي تحت والمراين اللي هي في التقويه دي، نظام تقويه، تمام؟ الحتت التقويه دول واحده اتنين تلاته اربعه حته صغيره تحت التقويات دي، وهو بيجمع الباب وبيغريب المسامير وهو بيركب السلك. الجزء دون للاسف قدر الله ما شاء فعل اتحذف مني. اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي الباب بعد ما اتجمع وبعد ما ركب له السلك، قدر الله ما شاء فعل الجزء الاولاني اتمسح. هنبدا نشوف معاكم ان شاء الله، ولكن حضرتك اتفرج شوف المنظر. وهنا بنشوف النجار وهو بيركب البرور. البرور دي يا جماعة بتدي منظر وشكل جميل للباب، وكمان بنثبت بها السلك. يعني هو لما شد السلك، طبعا الفيديو طبعا قدر الله ما شاء فعل في الفيديو الاولاني اللي انا كنت مسجل فيه الباب وهو بيتجمع، ولما ركب المفصلات ركبها ازاي، ولما ركب السلك ركبه ازاي. قدر الله ما شاء فعل الجزء ده اتمسح مني، قدر الله ما شاء فعل. وهنا بنشوف البار، قطع البار على نفس المقاسات وقطعه بزاوية عشان يجمعهم مع بعض، وقطع طبعا القوايم اللي في النص دي عمل لها برضو بار اهو، وبركب البار تحت، تمام؟ بيخلي منظر وشكل الباب شكله جميل، تمام؟ هو كده جمع البار كله وهيثبته بمسامير، لأن هو لما شد السلك يا دوبك حط له مسمارين تلاتة كده أربعة يشد بيهم السلك فقط لا غير، أما اللي هيمسك السلك فعلا هو البار ده نفسه اللي أنتوا شايفينه يا جماعة، تمام؟ أهو مقاس الباب كله على بعضه، مقاس الباب يا جماعة كله على بعضه، الطول بتاعه 2 متر 35 سنتي، 2 متر 35 سنتي، ده طول الباب. عرض الباب متر بالظبط، تمام؟ جمعنا البار اهو زي ما انتم شايفين، النجار عمل البار جمعه وبيثبت البار كويس جدا وبيقفل الباب.
الباب يا جماعة مهم جدا يكون فيه باب سلك لغرفة الحمام. ايه الأهمية بتاعته؟ أهميته حاجتين. الحاجة الأولى عشان تدخل تهوية للمكان، الكتمة على طول باستمرار غلط. طبعا في الشتاء طبعا ما انصحكش ان انت تخلي باب سلك فين في الشتاء، طبعا غلط. لما يكون في الصيف والحر الشديد وطبعا الإجهاد الحراري، فمحتاج ان انت تهوية، فبتهوي من الشبابيك اللي عندك. طبعا لو عندك فتحة طبعا بحري افتحها في الصيف، لكن في الشتاء لا. بنفتح بنخلي الشبابيك مع الباب بيجيب تهوية، زائد ان هو يا جماعة وانت بتنظف طبعا بتكون لابس كمامة تحافظ على نفسك وعلى صدرك من الوبر ومن التراب والحاجات دي. فبيكون الباب المفتوح سلك، يعني في نفس الوقت انت قافل على الحمام وفي نفس الوقت ضرفة سلك بتخرج التراب او بتخرج اي اتربة او حاجة زي كده، تمام؟ طيب بعد ما نجمع الباب هيروح يركب الباب وهيعلقه، طبعا مركب المفصلات قلنا ومركب السلك ومجمع الباب. في الفيديو اللي اتعمل له ازالة للأسف عملت له ديليت من غير ما اخد بالي، قدر الله ما شاء فعل. احنا ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في فيديوهات قوية جدا، وهيكون في كل يوم تجديدات وكل يوم في ازدياد ان شاء الله بأمر الله عز وجل. الجديد كله هتلاقوه ان شاء الله عند قناة مملكة الحمام المتنوعة، هتشوفوا كل ما هو جديد، وتشوفوا بقى نش الحمام وجمال الحمام وطيران الحمام. واحنا ان شاء الله بنشترك في الاتحاد علشان خاطر نطير الحمام، فهتكون مراحل جميلة جدا 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 بأمر الله عز وجل. طبعا يا جماعة انا يعني في ناس على الساحة كتير جدا اساتذتنا وبنتعلم منهم، ولكن يعني انا بجتهد علشان اوصل لاعلى المستويات. كون ان انا بجتهد، لا في ناس احسن مني وافضل مني بكتير، او زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو بيركب الباب في المفصلات. الباب ركب الحمد لله، اهو الباب بيفتح ويقفل زي الفل، ما يكونش فيه بوش كتير او في فتحات كتيره بعد الباب ما يركب يا جماعه، علشان ما يدخلش اي حشرات اي فئران او اي حاجه او اي زواحف او اي حاجه زي كده. تمام، بصوا الباب ركب قفل كويس جدا اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قولوا اللهم بارك، وقولوا لي رأيكم في التعليقات تحت، وقولوا لي يعني استفدتوا ايه من الفيديو، واللهم بارك. يعني بسم الله ما شاء الله حاجة ممتعة جدا، الواحد كل ما بيعمل حاجة جميلة وحاجة جديدة وبيجدد من نفسه وبيطور من نفسه اهو بيفرح ان هو بيعمل حاجة جديدة، يعني بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى الباب السلك من جوه يا جماعه اهو، زي ما انتم شايفين بيفتح الباب وبيقفله اهو بالمنظر ده، بسم الله ما شاء الله. بالتالي وانا بنضف مفيش تراب، في شبابيك التراب بيطلع منها، تمام، في تهويه، في شمس بتخش. الشمس لما تخش المكان ما يخشوش امراض. لو احنا عايزين نقفل عشان البرد وعايزين نقفل الباب اهو، قافلين الضرفه السلك ونقفل الضرفة الخشب بالشكل ده، تمام؟ بس. وده كان فيديو النهاردة، وأتمنى ينول إعجابكم. ولو عجب حضراتكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا اللايك علشان بيرفع الفيديو. وزي ما تعودنا يا جماعة، قناة مع القرآن، هذه القناة صدقة جارية لوجه الله الكريم، وكل ربحها طالع لله كله عز وجل، على روح أمي أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وعن أي حد يشترك في القناة ويساهم فيها ولو بأقل القليل، وهو بيشترك ويقول في نيته كده، مش شرط ان هو يتلفظ بالنية يعني، تمام؟ النية محلها القلب، ويقول يا ربي انا بساهم في هذه القناة ابتغاء مرضاتك انت، على روح امي، على روح ابويا، اي حد عايز يساهم فيها، او عن نفسي بعد مماتي بعد عمر طويل. هسيب لكم ان شاء الله لينك القناة مع القرآن في اول تعليق مثبت. لا تنسوا الاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. لا تنسى أن تعم الخير على نفسك وعلى كل الناس حواليك، أحمل الخير للجميع، أتمنى الخير للجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.